السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الأخوات، أهلا وسهلا بكم مجددا في قناتي وقناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. اليوم إن شاء الله بإذن الله قبل ما نبدأ بعد الدرس ولا التمارين كنشكركم جزيل الشكر، وكنتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الدرس في أحسن الأحوال وبصحة وعافية. إذا الدرس ديال اليوم عندنا تمارين تطبيقية على الدرس ديال المفعول لأجله، هذا هو المفعول لأجله. إذا هنا باش نعرفوا كيف نميز المفعول لأجله عن باقي المفاعل. إذا عندنا هنا إذا كتلاحظوا عندنا هنا السؤال يقول ميز المفعول المطلق المفعول به المفعول لأجله والحال فيما ياتي، يعني كتميزي بين هنا كتميزي بين المفعول لاجله المفعول به المفعول المطلق والحال. ان هنا الا لاحظتي عندنا اربعه ديال الا لاحظتوا عفوا عندنا اربعه ديال الجمل، والكلمه المستهدفه هنايا ولا الكلمه المراده تمييزها هي المراد تمييزها هي دكانا. عندنا استاجر النجار، الجملة الأولى استأجر النجار دكانا أمام منزله. إذا هذه الكلمة المكتوبة باللون الأسود هنا غادي نشوفوا نوع هاد المفعول، واش هو هاد دكانا هل هو مفعول مطلق ولا مفعول به ولا مفعول لأجله ولا حال. حنا غنميزو باش نفرقوا باش نعرفوا نفرقوا بين هاد المفاعل كذلك الحال، لانهم كلهم الى لاحظتوا كيجيو منصوبين، يعني كلهم في الحاله ديالهم الاعرابيه كيجيو كلهم منصوبين. ها هي دكانا سيره هنا مسرعه هنا اجلالا كلهم تاتي منصوبه، هذه الكلمات تاتي منصوبه، ولكن حنا خصنا نفرقوا بينهم ونعرفوا كل وحده اش تكون، واش مفعول مطلق مفعول به مفعول لاجله الحال. فهمتوا؟ اذا هنا غنبداو كما قلت نقرا الجمله الاولى. هنا كنبسط دائما حيت عندي ناس كبار في السن. استأجر النجار دكانا امام منزله، اول حاجه غادي نشوفوا هذه الجمله هذه واش هي جمله فعليه ولا جمله اسميه. مفهوم؟ عاد نبدا نشوف هل الجمله الاولى هي استأجر النجار دكانا امام منزله. هنا الجمله الثانيه هي سر سيرة العقلاء، سير سيرة العقلاء كذلك. هنا غادي نشوفوا هذه الجملة واش هي جملة فعلية ولا جملة اسمية. انطلقت الساعفة مسرعة، الجملة الثالثة. الجملة الرابعة هي وقف الناس إجلالا للعلماء، وقف الناس إجلالا للعلماء. هنايا غادي نشوفوا نحاولوا نستخرجوا هاد يعني ونعطيو الجواب لهاد يعني لهاد القول جواب صحيح لكل كلمه ولكل جمله هاد من هاد الجمل. اذا نحاولوا استاجر النجار دكانا امام منزله، هنايا هاد دكانا ما محله من الاعراب؟ هل هو مفعول مطلق؟ هل هو مفعول به؟ هل هو مفعول لأجله؟ هل هو حال؟ نبداو بالمفعول المطلق. إلا قلنا هذه الكلمة مفعول مطلق، أشنو هو المفعول المطلق؟ المفعول المطلق اسم منصوب منين كنجبدوه؟ كنشتق أو يصاغ من نفس جنس الفعل. إذا المفعول المطلق هو ذاك الاسم اللي كنلقاو الكلمة ديالو الحروف هو مكون الحروف ديالو من نفس حروف الفعل. واش عندنا هنا هذه القاعدة؟ المفعول المطلق واش عندنا هذه القاعده هذه؟ لا، ليست لنا لدينا هذه القاعده، بل عندنا استاجر هو يعني مغاير تماما على كلمه دكان، لا في المعنى ولا في الكلمات. مفهوم؟ اذا مستبعده المفعول المطلق. هنا استاجر النجار دكانا امام منزله، غادي نحاولوا ما امكن نديروا الاعراب. استاجر فعل ماضي مبني على الفتح. مفهوم؟ النجار دائما تقول ان الفعل يحتاج دائما الى الفاعل،
من الفاعل هنا؟ هو النجار. إذا النجار فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. حنا كنحاول ما أمكن نعرف باش تفهموا مزيان. هنا غادي نشوف هاد الدكان، لما استبعدنا هذا المفعول المطلق غادي نشوف هل هو مفعول به أو مفعول لأجل ولا حال. مفعول به إلا بغينا نلقاو المفعول به دائما أداة الاستفهام المستعملة، حنا قلتها لكم مرارا أننا إلا بغينا نعرف واش هو مفعول به ولا مفعول لأجل ولا الحال عندنا واحد أدوات الاستفهام مستعملة. مثلا هنا مفعول به، إلا بغينا نلقاو مفعول به شنو هو الأداة المستعملة، أداة الاستفهام عفوا اللي كنستعملو حسن جدا هي ماذا. إذا غنطرحو واحد السؤال ديال ماذا استأجر النجار. إذا استأجر النجار دكانا، إذا هذه الكلمة دكانا التي دلت على جواب ماذا استأجر النجار، إذا هذا الاسم هذا اللي أعطانا الجواب على ماذا استأجر النجار هو مفعول به. استأجر النجار ماذا؟ استأجر دكانا. الجواب على أداة الاستفهام ماذا كتعطينا مفعول به. إذا هذه الكلمة هذه هي مفعول به. نمر إلى الجملة الثانية، سيرة العقلاء. سر سيرة العقلاء، هنا حيت خصنا نضبطو هذاك الشكل. هنا سر هذا فعل ولا اسم؟ حسن جدا، هذا سر فعل. فعل ماذا؟ أي زمن هذا؟ فعل أمر. إذا هنا سر فعل أمر مبني على ماذا؟ مبني على السكون. أين الفاعل هنا؟ واش الفاعل كاين؟ بحال هذا لا الفاعل لا ظاهر، ولكن هنا سير أين الفاعل؟ الفاعل ضمير، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، إذا سير أنت. شوفوا مزيان هاد سيرة، سيرة، شوفوا مزيان، لاحظوا مزيان كلمة سيرة، هل هي، إذا نستثني المفعول به دابا، هل هي مفعول مطلق؟ مفعول لأجل حال؟ غادي نشوفوا كلمة سيرة. إلا قلنا هي مفعول مطلق غنشوف واش تطبق عليها القاعدة ديال المفعول المطلق. إذا قلنا المفعول المطلق هو داك المصدر اللي يشتق أو يصاغ من ماذا؟ من نفس حروف الفعل، كنخرجوه من نفس حروف الفعل. عندنا سير سيرة، إلا لاحظنا أن هاد الكلمات سير هاد سيرة خرجناها هو مصدر ديال فعل سير، استخرجت ولا اشتقت ولا صوغت من فعل سير. إذا عنده بعض الكلمات من فعل سير، إذا هذا مصدر ديال هذا فعل سير، إذا هذا يسمى مفعول مطلق. إذا عندنا هذا يسمى مفعول مطلق. دائما نتمنى تكونوا فهمتوا. اذا المفعول المطلق كان الحروف ديالو هو مصدر ديال الفعل اللي كيكونوا في نفس الجمله، وكياخذ حروف ديال الفعل، يعني كيخرجوا من نفس حروف الفعل. اذا نمر الى انطلقت الساعفه مسرعه. هنا ما عندناش، هنا لا نستعمل اي اداه باش نتعرفوا على المفعول المطلق. المفعول المطلق كيعرف نفسه بنفسه. المفعول المطلق تنعرفوه من خلال انه هو مصدر ديال الفعل اللي مكون منه الجمله، نفس الفعل يعني كيكون عنده يشتق من نفس من جنس الفعل، يعني عنده حروف ديال نفس الفعل اللي في الجمله. اذا هنا غادي نشوف، اذا غادي نضربوا على هادو. عندنا مفعول به القينا، بقى لنا المفعول لأجله وبقى لنا الحال. مفهوم؟ هنا انطلقت الساعفة مسرعة، كذلك هنايا انطلقت هاد الفعل، هاد الفعل عفوا، نعم الفعل ماضي ولا مضارع؟ هذا فعل ماضي، انطلق فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة،
التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. إذا شكون اللي قدر هذه الفعلة هذه؟ من قام بفعل، هنا الساعفة الذي قام بالفعل يسمى الفاعل. وكتلاحظوا هنا الفاعل دائما لما جاء ظاهرا يأتي مرفوع، وإلا كان ضمير كيتبنى على الرفع ولا الضم، يعني في كلا الحالتين خصو يكون مرفوعا. إذا انطلقت الساعفة مسرعة، هنا قلنا غادي نطرحوا السؤال باش نعرفوا هاد كلمة مسرعة محل ديالها من الإعراب. غادي نشوفوا مثلا نطلقوا ماذا، انطلقت الساعفة، هل هذا السؤال يعني صحيح؟ واش هاد الأداة المستعملة في هذا السؤال صحيحة؟ ماذا انطلقت الساعفة؟ إذا مسرعة ليست جوابا على سؤال ماذا. نمر لي السؤال مثلا إذا بغينا نعرفوا نفعلوا لأجله. إذا تذكرتوا معايا ورجعتوا معايا الدرس اللي درنا ذاك الأسبوع، هذيك الحصة، إذا اللي بغينا نعرفوا نفعلوا لأجله، اش كنطرحوا السؤال ماذا؟ لا ذات الاستفهام، عفوا كيف؟ إذا هنا كنشوفوا كيف انطلقت، عفوا لا هنا لماذا، عفوا إذا بغينا نعرفوا المفعول لأجله كنديروا لماذا، هنقولوا لماذا انطلقت الساعفة، حيت خصك تحبس هنا. لماذا، شوفوا مزيان لماذا، السبب لأجل ماذا، لماذا انطلقت الساعفة؟ هل كلمة مسرعة هي جواب على السؤال لماذا انطلقت الساعفة؟ لا، ليس جوابا على هذه أداة الاستفهام المستعملة في هذه الجملة. إذا غادي نحاول ما أمكن نغير أداة الاستفهام، غنقول كيف انطلقت الساعفة؟ الحالة التي انطلقت بها الساعفة. إذا انطلقت الساعفة كيف؟ كيفاش انطلقت؟ مسرعة. إذا الحالة اللي انطلقت بها الساعفة هي مسرعة. إذا هذا الاسم مسرعة هو ما دل على كيفية انطلاق الساعفة، يعني الحالة اللي انطلقت فيها الساعفة. والأداة الاستفهام اللي استعملت هي كيف باش لقيت أنها هذه الكلمة. إذا هذه الكلمة كتعتبر حال، حسن جدا هنا حال. بقى لنا طبعا الجملة الأخيرة اللي هي وقف الناس إجلالا للعلماء. دابا مزيان الجملة، كذلك فعل وقف هو فعل ماضي مبني على الفتح. من قام بالفعل دائما لما يكون لدينا الفعل طبيعي أنه غادي نقلبوا على الفاعل. من قام بهذا الفعل هو الناس، هنا هو فاعل مرفوع بالضمة ظاهرة على آخره. إذا نطرح سؤال إجلالا للعلماء، إلا قلنا ماذا وقف الناس، هل أداة الاستفهام هنا صحيحة؟ هل كلمة إجلالا هي جواب على ماذا وقف الناس؟ خطأ، حتى كلمة ماذا وقف، ماذا ليست أداة الاستفهام المناسبة لهذا لهذه الجملة. نمر إلى مثلا هل هذه كلمة إجلالا مفعول مطلق؟ لا، ليست مفعولا مطلق. لماذا؟ لأن الحروف المكونة منها ليست شبيهة بحروف ديال الفعل، وهذه الكلمة ليست مصدر ديال هاد وقفة. لو أنها غتكون مفعول مطلق قال وقف الناس وقوفا، إذا وقوفا غادي تجينا مفعول مطلق، ولكن إجلالا ليست هي مصدر ديال فعل وقفة، وليست مكونة من حروف ديال الفعل وقفة. إذا مستبعد هنا المفعول المطلق، كما أن قلنا ماذا وقف الناس هذه أداة الاستفهام المطروحة في هذا الجواب، كلمة إجلالا ليست جوابا لهذا السؤال. غنمروا لماذا، غنقولوا لماذا وقف الناس، علاش هاد الناس وقفوا؟ السبب اللي جعلهم يوقفوا إجلالا، فهمتي؟ إجلالا تعظيما. إجلالا هنا هو الكلمة لجواب على السؤال لماذا، وهنا يسمى مفعول لأجله. إذا نتمنى أنكم يعني استوعبتوا هذا الفرق بين
المفعول به والمفعول المطلق والحال والمفعول لاجله. علاش كيجيو شي شويه صعاب بالنسبه حتى للتلاميذ وكذلك بالنسبه للمستفيد والمستفيدات، لانها كلها اسماء تاتي منصوبه، يعني كتجي منصوبه، يعني كيكون هناك واحد الصعوبه في التمييز بين هذه المفاعل وكذلك بين الحال. اذا هنا نمر الى تمرين اخر باذن الله. اذا غنشوفوا هنا اعراب هذه الجمله، اعراب وقفت احتراما للمعلم. حول ما كان كتعطينا الجمله على هذا الشكل، هذا حنا ملي كنبغيو نعربوها كنحطوها على هذا الشكل باش نعربوا كل وحده على حده. اذا هنا غادي نشوفوا مزيان، وقفت احتراما للمعلم. اذا في نظركم اشنو هو الاعراب ديال الفعل وقفت؟ الا بغينا نعربوا وقفت، حنا تقريبا درناه يعني في الدروس السابقه، في الدرس ديال المفعول به وكذلك في الدرس ديال الفاعل. اذا هنا وقفت، حسن جدا، وقفت فعل. كنحسوا هنا دائما كنحبس في الاصل ديال الفعل. اذا هنا فعل، فعل ماض. شوفوا مزيان مبني على ماذا، فعل ماض مبني على ماذا. غادي نشوفوا الاصل ديال الفعل فين وقف، هنا فين وقف الاصل ديال الفعل، وقف هنا مبني على السكون، فعل ماضي مبني على السكون. دائما الفعل الماضي كتبنى على السكون الا اتصلت به اش، الا اتصلت به تاء المتحركه. اذا لاتصاله بتاء المتحركه، لاتصاله بتاء المتحركه، بتاء المتحركه. نتمنى يكون كيبان هذه الجهه، هذه المتحركه. نشوف واش كيبان. اذا باش يبان لكم الاعراب مزيان، حسن جدا. اذا كتبان الكلمه، اذا هنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بماذا؟ بتاء المتحركه. دائما هذا هو الاعراب اللي كيكون عندنا في الى جانب الفعل الماضي ومتصل هذا بالتاء المتحركه. اذا هنا باقي ما ساليناش الاعراب. دائما اللي كيكون عندنا الفعل نبحثوا عن الفاعل، الا ما لقيناش ظاهر خصنا نبحثوا عليه في ضمير، لما يمكنش يكون عندنا فعل بدون فاعل. وكنقول والتاء المتحركه، هدو والتاء المتحركه، متحركه ضمير، هذه ضمير. كيفاش داير؟ منفصل ولا متصل؟ متصل، لانه متصل بالفعل، ضمير متصل مبني. دائما الضمائر المتصله ولا حتى المنفصله كتكون مبنيه، مبني ليست معربه، مبني في محل رفع فاعل. اذا هذا هو، دابا سالينا من الفعل ديال من هنايا، وقفت احتراما، حد كلمة احتراما، أشنو هو النوع موقعها من الإعراب في هذه الجملة؟ أشنو هو الموقع ديال الإعراب؟ ما هو الإعراب ديالها في هذه الجملة؟ احتراما، وهل هي مفعول به؟ هل هي حال؟ هل هي مفعول مطلق؟ ولا مفعول لأجله؟ حسن جدا، مفعول لأجله، لماذا؟ لأن السؤال مطرح، لماذا وقفت؟ علاش أنا وقفت؟ لماذا وقفت؟ السؤال المطروح هو لماذا. دائما كنقولها لكم ونعاودها، المفعول اجله الاداه المستعمله فيه هو لماذا. دائما بغينا نعرفوا المفعول اجله تنطرحوا السؤال لماذا ولا لاجل ماذا. اذا احتراما هنا هي مفعول لاجله منصوب بالفتحة، إذا الظاهرة على آخره، بلا ما يعني بالفتحة الظاهرة على آخره، ولا نكتب بعد الظاهرة، يعني مازال ما الظاهرة على
خيري، يعني كنحاولوا ما امكن نعطيو لكل كلمه الاعراب ديالها المناسب. هنا عندنا للمعلمين، للمعلمين كاينين بعض النساء ولا بعض المستفيدات اللي ما كاين هذا اللام، هذا هو حرف جر، عندك حرف اللام وكذلك حرف الباء مكسوره ملي كيكونوا اتصلوا بالاسم راه كيتسموا هادو كيتسمى حروف الجر. اذا ملي كنبغيو نعربوهم مجموعين كنقولوا جار ومجرور. للمعلمين جار ومجرور. اذا هذا هو الاعراب ديال جمله وقفت احتراما للمعلمين. احنا الغرض ديالنا اليوم هو احتراما، باش نفرقوا بين، باش نعرفوا الميزو مفعول اجله من بين المفاعل وكذلك من بين الحال والمفاعل، الحر المفعول المطلق والمفعول المفعول به. اذا هادو هما التمارين اللي عندنا اليوم ان شاء الله. نتمنى نكون فدتكم واحد شويه ومئة ضعف وعرفتوا تميزوا بين هذا المفعول المطلق وكذلك بين مفعول اجله والمفعول به وكذلك الحال. وكنتمنى لكم الصحه والسلامه، ونتلاقوا ان شاء الله في حصه مقبله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.